الحشد الشعبي والتضحيات اللي قدمتها هذه الفئه لهذا الوطن وما ثبتته من حقوق ومزايا ودفع للارهاب، هاي الفئه تحتاج من عندنا كليتنا كشعب كمجلس نواب كمؤسسات دوله ان نوقف وياها ونساندها ونجعلها صامده ونسندها. وبما انها هي احد مؤسسات الدوله ورافد من روافد هذه الدوله، فقانون التقاعد والضمان الاجتماعي هو حق من حقوقها. الحشد الشعبي ضحينا بهواية شباب من شبابنا ودافعوا عن الوطن وعادوا قسم من الاراضي اللي احتلتها من قسم المحافظات، فضحوا بالغالي والنفيس، فهذا القرار يعني هو انصاف لهم وحقهم، يعني هذا قانون يستاهلون ندافع عن الوطن وانطوا شهداء، وصراحه استباب الامن ولهم دور فعال حتى في البناء في الاصلاح في الطرق والشوارع في الاسكان. فالحشد فعلا يستاهلون قانون تقاعد حالها اي مؤسسه موظفين. بالنسبه للحشد الشعبي حاله حال القوات الامنيه، لان هو قوه ضاربه وقوه مجاهده عقيده، يعني اسوه بالداخليه والدفاع والامن الوطني، وهم ضحوا ما ضحوا فيستحقوا راتب تقاعدي. أهلا بكم. قبل عشرة أعوام توقف نبض المؤسسات، لا تشريع ولا رقابة ولا تنفيذ، كل شيء كان في دائرة الخطر، تهديد لم يسلم منه أحد، حتى خرج أولاد الملحة من مضائف ودواوين الجنوب بمغاوير ثورة العشرين ومشاحيف الانتفاضة الشعبانية، لزموا السواتر وحملوا البنادق، خاضوا أشرس المعارك ونذروا أشجع القادة والفرسان في سبيل الوطن. لم يكن الراتب يخطر على بالهم ولا الامتيازات تستهويهم، كانوا ينفقون مما لديهم، يبيعون ما يمتلكون ليشتروا يوماً لعمر الوطن. فما كان جزاؤهم؟ قتل للحقوق برصاصة الاعتراض على تمرير القوانين الضامنة لهم، أصوات النشاز لم تسمع وتفقه لغة الأمن والأمان ولا المناصب والمواقع إلا تحت خيمة ما حققه الحشد من استقرار. فهل ما يحق لغيرهم لا يحق لهم؟ فقط لأنهم قوة عقائدية وطنية حمت البلاد والعباد في الوقت الذي لم يبقى فيه أحد في منزله إلا وكان ملبياً لفتوى الجهاد أو فاراً في زواغير أربيل. أهلاً بكم. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ملفنا الأول راح يكون عن قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي بين التعهدات والاعتراضات النيابية والسياسية. راح يكون حديثنا داخل الاستوديو بهذا الملف مع الخبير الأمني الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا حياك بحضرتك، والباحث والكاتب الشأن السياسي الأستاذ عماد آل مسافر. أرحب بحضرتك. حياكم الله. أهلا بجنابك دكتور. أبدأ مع جنابك، بداية كيف تصف القانون ومضامين القانون، وهل ينصف الحشد الشعبي مقابل ما قدموه من غالي ونفيس في حفظ الوطن قبل عشرة أعوام؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن احنا نتحدث عن قانون تأخر كثيرا، والقانون بمثابة انتزاع حقوق وليس امتيازات، فضلا عن أنه أعاد التوازن للعدالة في داخل مؤسساتنا. وقبل الحديث عن الحشد لابد أن نتحدث عن الموقف والتحدي. الحشد يستهدف ميدانيا ويستهدف سياسيا، وفي تقديري إبعاد الحشد عن المناكفات السياسية والأزمات السياسية يعتبر نهجا وطنيا، لأنه احنا لا ننسى أنه في ظل صدور الفتوى وظهور الحشد الشعبي احنا كنا نعاني من حالة انهيار غير مبرر لمؤسساتنا الأمنية والعسكرية، والتي هي دستوريا مكلفة في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية. وبالمناسبة الانهيار وصل إلى مستوى أن يشكل صدمة للجميع، إلى درجة أنه كنا نتحدث عن أنه نذهب باتجاه القيام بعملية إنزال جوي، يأتينا الجواب من طائرات موجودة في منطقة قتال، والقتال به قتال تراجعي، يقولون ما بها وقود. هالدرجة كان التسيب والإهمال حاضر. فإذا احنا كنا أمام تهديد، في تقدير كان تهديد وجود، وبالمناسبة تهديد وجود لا نصفه فقط للعراق وإنما لعموم المنطقة. فانبرى الحشد الشعبي بدافع الدفاع عن الوطن وبنوايا نبيلة، لا أحد كان يفكر في الاستحقاقات المالية ولا بالرواتب، وإنما جاءوا استجابة لفتوى شكلت بالحقيقة في المعادلة انتصار لوجود بلد ولتحقيق التوازن الأمني الإقليمي ومنه الأمن والسلم الدولي. وفي ظل وجود الحشد الشعبي كانت هناك دول كبرى، وواحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية جاءت بقدراتها التي هي تصنف جزءا من أمنها القومي، يعني بها فرنسا، وأدخلتها لحوض البحر المتوسط لتصبح طائرات الرافال الفرنسية وحاملة الطائرات شارل ديغول في خدمة القرار العسكري ميدانيا. فإذا احنا ما كانت عندنا معادلة عابرة، هذه المعادلة كانت جزءا من الأمن الإقليمي والأمن والسلم الدوليين. فما هو الاستحقاق الذي يفترض أن يترتب على الحشد الشعبي؟ أبسط حقوقهم هي هاي قضية الاستحقاق التقاعدي. أنا في تقديري أنه لازلنا نفتقر إلى الرعاية الاجتماعية، إلى الخدمات التي تقدم لهم، إلى الخدمات الصحية. يعني هل لدينا، لا تقول لي طبابة، عندنا مستشفيات، بعد الخطوات ونشوف المعترضين والأصوات. يعني الاعتراض أنا يعني في تقديري الاعتراض عبارة عن عملية سياسية، ومسألة الضرورة والحاجة خلال 48 ساعة التي ارتفعت فيها الأصوات لاستهداف الحشد الشعبي، قصد أطلقت 147 من داعش، ومتوقع أن يدخل إلى العراق من 1200 إلى 1300 داعش إلى العراق. ونعود إلى ضرورة مسك الأرض وضرورة تواجد الثغرات اللي يمسكها الحشد الشعبي كجزء من إدارة استراتيجية ردع أمني وعسكري للبلد. فإذا نحن أمام معادلة بالحقيقة، وأن استهدفت سياسيا هي ماضية. إذن هذه الهجمات اللي نشوفها ضد الحشد الآن من الممكن توظيفها واستغلالها من قبل قسد أو داعش أو غيرها. نعم، أنا في تقديري أنه إحنا لطالما تحدثنا عن أنه هذا الدور النبيل أو هذه الصفحة المشرقة يجب أن لا تسيس، ويجب أن لا تسحب إلى الأزمات السياسية. وكلنا ولا زلنا نتبنى خيار أن حصانة الحشد الشعبي في إبقائه تحت مظلة المرجعية وتحت نهجه الوطني ومأسسته، لأن المأسسة ضامنة للحقوق أن يكون قانون، وهذا القانون هو بحد ذاته سيعزز ضمانه للدور الوظيفي. يعني كيف ستقاتل، كيف ستسلح، كيف ستمارس نشاطها العسكري تحت مظلة الدستور وبقانونها الخاص وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، وبعيدا عن الأزمات السياسية. أما مسألة القيادة بالمناسبة، أسف على الإطالة، فالقيادة للمؤسسات العسكرية في كل النظم الديمقراطية تكون للمدني وليس للعسكري. يعني وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، هذا جانب قد يكون بخلفية عسكرية. نأخذ غير سؤالين بعد تانية. أستاذ عماد رحب بك مرة أخرى. شلون تشوف يعني بعدنا بداية الطريق ونشوف اليوم المعترضين على منح أبسط الحقوق لمجاهدي الحشد الشعبي؟ أنا أسألك، صار أسبوع تقريبا الحشد الشعبي في دائرة الاستهداف، شنو اللي جاي يصير من جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا استاذ محمد، تحيه لك ولجناب الدكتور ومشاهديكم الاكارم. انا ما اعتقد هذا قضيه استهداف الحشد صار لها اسبوع. قضيه استهداف الحشد بدات منذ انطلاق الفتوى المباركه. علينا ان نتذكر الاصوات التي كانت تنادي بانه الحشد المفروض ما يطب لهاي المنطقه، والمفروض يطب الجيش، والحشد جاي من اقصى الجنوب حتى يبوك ثلاجه. وهذه الأصوات التي اليوم تعترض على إقرار قانون هو أقل استحقاق لهذه الفتية الذين آمنوا بربهم وتقدموا للدفاع عن هذا الوطن، اليوم هذه الأصوات تستهدفهم عن طريق الاعتراض على هذه القوانين. وطبيعي جدا هناك اعتراضات على هذه القوانين، أو مثل ما تفضل جناب الدكتور أن يحاولون أن يسحبون قضية الحشد إلى قضية سياسية من أجل صراعات سياسية ممكن داخل. مو بس هاي الأطراف اللي رافضة اليوم، اليوم عندك النائب سجاد سالم كانت له تغريدة واضحة ورفض واضح لهذا الموضوع. يعني بالنتيجة أنا أعتقد أنه هذه المؤسسة التي جاءت من رحم فتوى مرجعية وأبناء هذه المؤسسة لا ينتظرون نائب جاء من خيام تشرين حتى يعطيهم شرعية ويقرر لهم قانون ويعطيهم امتيازات. وارد جدا هذه الاعتراضات من هذا النائب وغيره من النواب. هسه هو بالنتيجه محسوب على من تجي تحسب نواب الشيعه، هو تحسبه بالعدد الشيعي 180 نائب يقولون انتم الشيعه، هو هذا هم محسوب على نواب الشيعه ويعترض على اقل استحقاق ممكن ان يقدم لابناء الشيعه. هل ابناء اللي لو ما انا اسال هو لو ما وجود هؤلاء الابطال يقدر الاستاذ يرشح وياخذ يصير عضو مجلس نواب وياخذ امتيازات؟ لو هسه شايف له دوله، لانه دوله الدكتور تطرق الى موضوع مهم انه القضيه قضيه دوليه، ما كانت العراق كان جزء من هذا، لانه الشعار المرفوع الدوله الاسلاميه في العراق والشام، تمام؟ ما كان يستهدف العراق. فما اعرف هذا النائب الاخ النائب وين كان يقدر يودي وجهه مثلا، وين يسافر. حسب وجهه نظرك اليوم شنو المبررات اللي تجعل النواب او غيرهم من السياسيين يعترضون على اعطاء ابسط الحقوق؟ يعني اذا تكلمنا على النواب اللي تفضلت جنابك بذكرهم، انا اعتقد هؤلاء نواب خالين من الانجازات، لا عنده دور رقابي ولا عنده دور تشريعي، فطبيعي جدا يطلع بهيك تصريحات. بالتالي اليوم اذا اريد اسمع من عنده، اذا اريد اسمع شنو اللي يخليك تعترض مثلا؟ هو 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 مجرد الاعتراض يريد فد شو اعلامي حتى يقول انا نائب وموجود وعدي مثلا راي بالساحه السياسيه وخليه متناسي دوره الرقابي ودوره التشريعي. هاي نقطه. اكو نواب اخر او قيادات اخرى اعترضت على هذا القانون واعترضت من اجل صراعات داخل المكون الاخر، لانه اكو صراعات داخل المكون الاخر ويعتقدون انه ممكن انه يغلب كفه على كفه من خلال التحالفات السياسيه، فهم يستبقون هذه القضيه من اجل انه يكون عندهم محل اعتراض بهذا الموضوع. انا اطمئنك واطمئن الاخوه المشاهدين واطمئن ولدي الشايب انه القانون سيمضي وسيتم التصويت عليه شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا أقل شيء نقدمه لهؤلاء الأبطال. حسن دكتور أحمد، بصراحة هل حافظ الحشد الشعبي على كيانه كمؤسسة أمنية تأتمر بأمرة القائد العام للمسلح، أم ربما ذهب باتجاه آخر؟ هو بالحقيقة احنا لا نحمل الحشد، يعني احنا لا نحمل القيادات الميدانية والمقاتلين في الميدان في الخلل الذي حصل في الإدارة السياسية، يعني سواء كان المعترض أو المؤيد أو الذي يسحب الحشد إلى التوازنات. لاحظ حتى فصائل المقاومة، نعم، حينما قاومت ما انطلقت من كونها جزءا من الحشد، قالت إحنا فصائل المقاومة، إحنا بعيدين عن الحشد، إحنا لدينا خيارات وإحنا فصائل المقاومة في الميدان لا علاقة لنا بالحشد. يعني أشبه بفك الارتباط مع الحشد إدراكا منهم أن لا يصيب الحشد نوع من التوجه اللي بالحقيقة يعني فيه سلبيات. الأهم أنه لا يوجد اعتراض على الحشد الشعبي حتى من الإرادة الدولية، يعني حتى الآن أصل الأزمة التي تجري في إدارة الصراع، البعض يصف أنه جهات مرتبطة بإيران
ربما تكون متبنيات الفصائل واضحة جزءا من محور الممانعة والمقاومة، ولكن الحشد لا زال تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة يتحرك في هذا الإطار. وحتى ما قيل عن السيد فالح الفياض كما أوردت أنه في النظم الديمقراطية الزعامات رأس الهرم في المؤسسات الأمنية والعسكرية يكون سياسي، ولا بأس أن يكون ذات خلفية عسكرية، ولكن أن يكون ليس جزءا من المؤسسة العسكرية في القيادة الإدارة العليا للمؤسسة، حتى تبقى قضية حقوق الإنسان وقضية التفاصيل السياسية حاضرة في حسن الأداء. فهم بالحقيقة، أنا شفت التصريح مثلا بعض التصريحات اللي تحدث عن أنه من يقود الحشد أو يرأس هيئة الحشد الشعبي هو يستغل سياسيا ومرتبط بحزب. هذه القضية ممكن معالجتها سياسيا، أما في بقدر تعلق الأمور بقضية الحشد الشعبي، فالحشد الشعبي لا أكو تقاطع في أدائه لا مع القانون الدولي ولا مع الدستور، لكن كنا نحتاج إلى هذه قضية القانون. نعم. لأنه القانون أنا في تقديري هو ضامن للحقوق وناظم للأداء. نعم. وسيجعلهم في إطار مهم جدا. إحنا في يوم شرع القانون في وقت حكومة العبادي قلنا أنه المشرع سكت عن الدور الوظيفي، إحنا كان عندنا قوة نطلق عليها بالحرس الوطني، تفككت حلت يعني ما اكتملت. نعم. بناها، فكانت عندنا ثغرة. من هي القوة التي ممكن أن إذا حصل أزمة في وزارة الدفاع قادرة على أن تقدم الإسناد إلى وزارة الدفاع، وإذا حصلت في الجبهة الداخلية إلى وزارة الداخلية ثغرة وعجز في العمل الشرطوي المحلي والفدرالي، يعني به الشرطة الاتحادية، من هذه القوة التي ستلعب دور الوسطية بين القوتين؟ هذه كانت احنا عندنا ثغره في القدرات القتاليه للعراق. هسه اذا نريد نسال الان يجب ان يملأ من القوه اللي تقدر هذا الحشد الشعبي يمليها. لانه عنده قدره وسطيه في حاله اذا تعرضنا الى هشاشه في جبهتنا الخارجيه قادر على ان يقدم الدعم والاسناد اللوجستي والتعبوي لوزاره الدفاع، واذا تعرضنا الى ازمه داخليه حتى بما فيها الكوارث الطبيعيه هو قادر على ان يلعب هذا الدور. لنذهب إذن بهذا الاتجاه إلى تعضيده وتحصينه ببعد قانوني، وآنذاك لن يستهدف سياسيا لأنه سيصبح جزء لا يتجزأ من المؤسسة العسكرية، له مهام وعليه واجبات وله حقوق ولديه دورا وظيفيا يؤديه. هذا القانون ليش أنا أقول تأخرنا به؟ هذا القانون كنا نحتاجه على أقل تقدير في فترة صدور القانون في وقت العبادي الذي تحدث عنه جعل الحشد الشعبي تحت مظلة القائد العام للقوات المسلحة. شنو أهمية هذا القانون وشنو اللي غير حتى نشوف اليوم هل قد معترضين على هذا القانون وتنبيه؟ لا، هو بالحقيقة الاعتراض سياسي، لأنه إذا أخضعناه إلى المنطق العسكري الآن إحنا بأمس الحاجة للحشد الشعبي، وإذا تحدثنا عن أهم عنصر في مفاهيم الديمقراطية وأعني بها العدالة الاجتماعية، هل تعلم وأنا كنت عايش التفاصيل عندنا جنود حال الانهيار دبوا سلاحهم وتركوا الميدان وغادروا بعد 2017 بعد التحرير واستقرار الوضع، أعيدوا وأعيدت لهم كل حقوقهم بما فيها حقوقهم التقاعدية، واعتبرت هذه الفترة فترة خدمة وما اعترضوا عليها. لذلك أنا أقول مو فقط هذا، خلينا نضمن في القانون قضية مهمة إحنا كعسكر نؤمن بها، أن المقاتل في الوحدات القتالية الخلفية أو في الوحدات الإدارية خدمته تختلف عن المقاتل في خطوط التماس القتالية. لذلك إحنا نعتبر أن المقاتل في خط التماس خدمته مضاعفة، يعني اللي يخدم 10 سنوات يطلع بخدمة إضافية، بينما اللي هو في الخطوط الخلفية، يعني هل من المعقول أنه أنا في خط التماس على الحدود السورية التي هي كانت ساخنة جدا، وبالمناسبة كانت عندنا مجاميع ضمن التحالف الدولي كانت تتحاشى النزول جوا بإسناد جوي تخشى النزول في هذا الميدان، كانوا أبنائنا يمسكون بتواجد مسك للأرض على مدار 24 ساعة ليلا ونهارا بدون طبعا أي إمكانيات وأي إسناد حتى في مسألة الاحتباء من الظروف الجوية، لا كرفانات لا خيم، لا بالعراق قاعدين. فإذا في هذه الخدمة
تحقيقا للعدالة الاجتماعية يعني نبل الموقف والأداء لابد أن تحسب، يؤخذ بنظر الاعتبار أنه اللي في خط التماس الجبهوي تكون خدمته مضاعفة، وهذه بالمناسبة موجودة إحنا عندنا بالمؤسسة العسكرية، والمقاتل له حقوق أعلى. فأنا أعتقد أنه الاستهداف استهداف سياسي لن ضخمة إعلاميا، لا هذا والحقوق ماضية بهذا الاتجاه. السائل يقول لك يعني خاص مقاتل الحشد الشعبي يقول لك أنا أطلب دين، حتى المناطق اللي معترضين نواب ذيك المناطق اللي معترضين يقول لك أنا ضحيت بنفسي، ضحيت تركت أطفالي، تركت عائلتي ورحت أدافع عن أرضي، مو أرضي، مو أنا ساكن بها. بالتالي اليوم ليش أشوف الاعتراضات على شيء ينصفني ولو شيء بسيط، حالي حال باقي الأجهزة الأمنية، ونحن نتحدث عن من أهم الأجهزة الأمنية هو جهاز أو الحشد الشعبي. يعني هي مثل ما تفضل الدكتور، الاستهداف استهداف سياسي محض، يعني لأنه يحاولون أن يزجون الحشد وقانون الحشد بهذا الجانب، وهذه المخاوف من تسييس الحشد وتجيير الحشد وكونه أنه من هو في أعلى هرم قيادة الحشد يحاول أن يستغل هذا المنصب سياسيا وانتخابيا، لكن المفارقة أنه من يطرح هذه المخاوف هو نفسه يستغل المنصب. يعني أنا أسأل السيد الحلبوسي، ما استغل منصب رئاسة البرلمان سياسيا وجير القاعدة الجماهيرية وجير الحزبة وصار التقدم أمه؟ أنا ما أدري، هو السيد الحلبوسي لو ما رئيس مجلس النواب أمة تقدم يصيرون أمه؟ وبنفس القضية تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير مكتب الحلبوسي، مدير مكتب التقدم في أحد المناطق وهو يزور أحد القطاعات العسكرية ويحثهم على انتخاب زيد من الناس من تقدم لأنه الرئيس الحلبوسي موصبي. طيب أنت لما عندك هيك ممارسات ليش تنتقد أنه قضية ما مجيرة؟ هو الحشد، تعداد الحشد الآن بلغ أكثر من 200 ألف مقاتل. أنا أسأل، 200 ألف مقاتل كلهم انتخبوا السيد الفياض؟ كان هسه عنده 70 مقعد بالبرلمان السيد الفياض، إذا هذا عنده هاي الأصوات كلها وتجير الأصوات مثل ما بعدين هو من يدخل وياك للصندوق أنت؟ أنه إذا فرضنا هاي الجدلية اللي إحنا سمعناها والمقاتلين يعني يرغمون على التصويت لفلان، ما أعرف شنو هاي القضية، وين العقوبات اللي صدرت عن على المقاتلين؟ وينها؟ فهذه القضية قضية سياسية يحاولون يضخمونها من أجل عرقلة القانون. هم يلعبون على هذه القضية، يعتقدون أنه من يتعرقل القانون وما يتم التصويت عليه راح تكون ردة فعل عند مقاتلي الحشد، تمام، ويصير هذه حالة يعني حالة عدم الرضا على المؤسسة والمؤسسة الحشد، وأنتوا الشيعة بديكم كل الدولة، يعني يلعبون على هذه. ما دام بديتهم كل الدولة، أنقل لك تساؤل يسأله مثلا أحد أبناء الحشد الشعبي، شو وقت نقدر نشوف مقاتل الحشد الشعبي متساوي بالحقوق والواجبات مثل باقي الأجهزة الأمنية؟ أحسن. هو هذا القانون يحاول يعني ترتيب هذه العلاقة، علاقة المقاتل الحشد الشعبي مع المؤسسة ومساواتها مع بقية المؤسسات. القانون مو قانون يعني سماوي ولا قانون فد شيء غريب على قوانين بقية المؤسسات الأمنية. أنت للآن حسب يعني قبل إقرار هذا القانون والتصديق والمضي به، أنه اللي مداوم اليوم بالحشد، تمام، نعم، واللي خاض كل معارك التحرير يتقاضون نفس الراتب، وهذا مو من الإنصاف ولا من العدالة الاجتماعية اللي يتكلم بها جناب الدكتور. هذا القانون ينظم إداريا المؤسسات والقطاعات اللي تابعة للحشيد، ينظم أيضا هاي قضية التفاصيل الخدمة والتقاعد وغيرها من التفاصيل اللي تخص كل المقاتلين بكل المؤسسات الأمنية. اي ممكن جدا تاخر، اي اتفق، اي تاخر. البعض يقول لك انا اليوم كمقاتل بالحشد الشعبي صار لي سنوات، انا اليوم لا عندي باج، حالي حال اي عسكري اقدر اتنقل بالسيطرات، لا اقدر اكفل، حالي حال اي منتسب للدوله، اي هسه هاي قضيه اخرى، لا اقدر استلم قرض من اي مكان، حالي حال البقيه. هذه امور مهمه جدا. انا اقول حتى بغض النظر عن مقاتلين الحشد، حتى بقية المؤسسات الأمنية إلى فترة قريبة شفنا أكثر المصارف ما تقبل كفالتهم، وهذا إجحاف. أنت اللي مأمن على حياتك،
مأمن هذا مقاتل الأجهزة الأمنية الموجود العنصر مأمن على حياتك، لأنه إنه هذا جاي يدافع على كل الخارطة العراقية. نعم. أنت ما تأمن به أنه يكفل لواحد في سبيل قرض معين، هذا إجحاف نتمنى الالتفات إليه. أما مسألة القانون الحشد الشعبي، لا، بيت العديد من التفاصيل اللي هي تنظم العلاقة بين المنتسب والمؤسسة وإدارة المؤسسة. لو حصل أي ظرف أو طارئ أو خطر أمني لا سامح الله على البلاد، برأيك ما هي القوة الأولى التي ستقف مدافعة عن الوطن؟ يعني احنا ما نريد نقلل من قدرات وقيمة وهمة ووطنية بقية الأجهزة الأمنية. كل الأجهزة الأمنية لديهم الوطنية العالية من الدفاع عن العراق، لكن التجربة أثبتت بأن أبناء الحشد يمتلكون عقيدة، وهذه العقيدة التي هي حاربت كل هذا الخطر اللي كان يواجه العراق. اليوم داعش جانا بعقيدة ضالة، هذه العقيدة ضالة ما ممكن أن تجابه ب يعني تكتيك عسكري، يجب أن تقابل بعقيدة صادقة. العقيدة الصادقة اللي كان يحملها الحشد الشعبي هي اللي دارت رحال المعركة. وكنا نتذكر يعني لقاءات الشهيد أبو مهدي المهندس رحمة الله عليه، عندما كان يقول أنه إحنا من كنا ندخل معركة كانت القوات الأمنية من الدفاع والداخلية يشعرون بالطمأنينة بأن هذا النصر سيتحقق، لأنهم هم مساندين لهذه القطعات. وشفنا كل القطعات وكل المعارك التي خاضها الحشد الشعبي، لم يخسر معركة من هذه المعارك. دكتور أحمد، بدقيقة واحدة حتى نختم هذا الملف، البعض يقول العداء للحشد الشعبي لأنه جيش عقائدي وتشكل عقائديا، والبعض يراه أو ينظر إليه بانتقاص أنه جيش عقائدي لا يمكن أن يكون حال حال أي قوات أمنية منظمة تأتمر بأمرة مسؤول وقائد عام وغيره. كيف تنظر إلى هذا الطرح؟ بالحقيقة العقيدة مطلوبة، وما من جيش إلا ولديه عقيدة، ولا تتنافى عقيدة الحشد الشعبي مع الوطنية، لأنه قاتل تحت مظلة الوطنية. وحتى فتوى المرجعية الرشيدة ما كانت تتحدث عن أنه الشيعة دافع عن العراق، قالت العراقيين دافع عن العراق. والدليل أنه تحت هذه الفتوى وتحت هذه المظلة أريق الدماء طاهرة زكية لتحرير أيزيديين ودفاع عن مناطق ذات أغلبية مسيحية، وتحت المظلة أيضا كانوا مسيح قاتلة وسنة وشيعة، كانت هناك وحدة. لكن أنا في تقديري أنه لندفع جميعا، وهذه رسالة للعراقيين بمسألة تحقيق وانتزاع الحقوق للحشد الشعبي لسببين: الأول لأنه هو مورد وطني ما ممكن الاستغناء عنه، ثانيا بهذا القانون ستدفع كل الشبهات عن الحشد الشعبي ويصبح مؤسسة أسوة بالمؤسسات الأخرى. حينما ندافع عنه لا نعطيه بعدا طائفيا وأنه لأنه أغلبية الشيعية، وما العراق هو كل أغلبية شيعية. فأنا في تقدير أنه هو القانون سيدفع الشبهات ويحقق العدالة الاجتماعية. والنقطة الأهم أنه من الضروري جدا أن نراعي في هذه المؤسسة منحها أبسط الحقوق أسوة بالمؤسسات الأخرى. نعم. وبالتحديد قضية البعد الذي يتعلق بالمستشفى والخدمات الاجتماعية الأخرى، لأنه نعم حال بقية يحتاج إلى رعاية عليا، يعني نعم، من السياسة العليا للدولة. الخبير الأمني دكتور أحمد الشريفي، أشكرك جزيلا. شكرا لكم. شكرا جزيلا. والكاتب والباحث في الشأن السياسي الأستاذ عماد مسافر، شكرا جزيلا. لكن بقيك ويانا الملف الثاني. إذن مشاهدينا، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول قانون الحشد الشعبي، نتابع.
إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني سيكون عن دور القضية الحسينية في تشكيل العقيدة العسكرية لمحور المقاومة، واعتبار طوفان الأقصى أنموذجا حيا ومصداق للحديث. نفتتح هذا الملف بتقرير الزميل شيبان سامي. بعد الجمهورية الإسلامية في إيران، البلد الثاني في النصرة هو العراق، الذي نصرنا حكومة وفصائلا وشعبا. تحت شعار القضية الحسينية ودورها في تشكيل العقيدة العسكرية لمحور المقاومة، أقيمت ندوة حوارية بمشاركة العديد من النخب الفكرية والسياسية للحديث عن طوفان الأقصى ودور المقاومة الإسلامية في تجسيد معركة الإمام الحسين عليه السلام ضد الكيان الصهيوني. انتفاضة طوفان الأقصى المباركة لا زالت في يعني أوجها، ونحن كذلك نعيش في شهر محرم الحرام وأيام الإمام الحسين سلام الله عليه، لذلك ارتئينا أن تكون موضوعة ندوتنا لهذا اليوم هو القضية الحسينية ودورها في تشكيل العقيدة العسكرية لمحور المقاومة. اليوم فعلا كان النموذج الحاضر في هذه الندوة هو نموذج طوفان الأقصى، أو نقول معركة النصر الحاسمة هي معركة طوفان الأقصى. إن شاء الله تكون الدولة الفلسطينية قريبة في تحقيق حلم الفلسطينيين. احتفظت القضية الفلسطينية دائما بمكانتها الكبيرة في العراق والجمهورية الإسلامية على المستوى الحكومي والشعبي الداعم والمساند الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونضاله ومن أجل حريته المسلوبة. دور العراق هو الدور الأساس وهو المرتكز في هذه القضية، لأن العراق أهل غيرة وأهل شيمة، والله تبارك وتعالى بارك بالعراق وأهله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن نقدم المزيد من هذه الأمور، منها الدعم اللوجستي والدعم المعنوي والدعم الفكري لهذه القضية، وإننا على موعد مع النصر، لأن الله تبارك وتعالى وعدنا بالنصر. لا يخفى أن الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية في العراق، وهي التي تقود محور المقاومة في المنطقة، دعما عظيما كبيرا، ولثمار هذا الدعم انها ما زالت متواصلة عملية طوفان الأقصى وتحقق نجاحات باهرة على المستوى الإقليمي والمجتمعي والدولي. تضافر كافة الجهود من أجل ترسيخ فكرة طوفان الأقصى داخل المجالس الحسينية بعد أن أصبحت اليوم تجسد دور الإمام الحسين عليه السلام في محاربة الظلم. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع رئيس مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام الدكتور محمد الصحاف. مرحبا بحضرتك. أهلا الدكتور. وسهلا ومرحبا بكم. وأيضا الكاتب الباحث في الشأن السياسي أستاذ عماد المسافر، مرحبا بك مرة أخرى. دكتور، بداية القضية الحسينية ودورها في تشكيل العقيدة العسكرية لمحور المقاومة. نعم. طوفان الأقصى أنموذجا، هكذا كان عنوان ندوتكم اليوم. نعم. ما هي تفاصيل أو ما فحوى هذا المضمون؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابكم أستاذنا الفاضل ولقناتكم الكريمة ولأستاذنا الفاضل أستاذ عماد، وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. واقعا تشرف اليوم مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي العام بإقامة هذه الندوة التي تتزامن مع أيام شهر محرم الحرام وذكرى انتصار الدم على السيف. كذلك نتشرف يعني تشرفنا عفوا في هذا اليوم باستضافة وفد حركة حماس متمثلا بالأستاذ الحاج محمد الحافي مكتب العلاقات العربية والإسلامية لحركة حماس، والذي تشرفنا اليوم باستضافته لتسليط الضوء على أبرز مجريات هذا الموضوع، كيف استلهم مجاهدو ومنتفضو طوفان الأقصى من ثورة الإمام أبي عبد الله الحسين. واقعا جرى تسليط الضوء على أبرز الأحداث التي ساهمت في بلورة فكرة طوفان الأقصى والشرارة الأولى التي انطلق منها طوفان الأقصى المبارك. لا أخفى على حضراتكم بأن مثل هكذا ندوات علمية تسعى إلى احتضان النخب والكفاءات
واستضافتهم وتمكينهم، فضلا عن سماع آراء ذوي الشأن بهذا الموضوع. هو بصراحة يمثل نقطة دعم حقيقية للقضية الفلسطينية، مرتكزين على مبادئ الثورة الحسينية الشريفة، أن نقف خلف إرادة الشعب الفلسطيني العزيز متمثلاً بالمقاومة الإسلامية الفلسطينية ومتمثلاً بالإرادة الشعبية الوطنية التي هي داعم وساند منذ الأيام الأولى لطوفان الأقصى. هذا أمر جداً مهم. كذلك تعلمون حضراتكم بأن العراق متمثلاً بالحكومة والشعب العراقي منذ الأيام الأولى لعملية الطوفان. واقعاً كانت هنالك نقاط مضيئة في تاريخ العراق المفصلية والحديث. تعلمون حضراتكم بأن هنالك من يريد جر العراق إلى مساحة التطبيع، وجر العراق إلى مساحة التخاذل والتخادم مع دول الاستكبار العالمي، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تأتي مثل هكذا مواقف حقيقية لتعبر عن جوهر وحقيقة الشعب العراقي وجوهر المواقف الحقيقية والبناء للشعب العراقي. وتعلمون حضراتكم منذ الأيام الأولى لعملية طوفان الأقصى ظهر الشعب العراقي بتظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد فضلا عن محافظاتنا العراقية العزيزة المختلفة. وتعلمون أن الشعب العراقي بقي قرابة 50 يوما مرابطا مؤازرا للشعب الفلسطيني العزيز على الحدود العراقية الأردنية في اعتصام الشعب العراقي على الحدود المشتركة مع الأردن طريبيل، منفذ طريبيل الحدودي، وجرى إرسال رسائل حقيقية وسمع عنها العدو قبل الصديق بأن اليوم الشعب العراقي هيهات أن يجر إلى, إلى, إلى مساحة التطبيع، ومن يريد جر العراق إلى هذه المساحة هو حتما سيغيب عن المشهد. بالضبط، كون إرادة الشعب العراقي لا تسري مع هذا المشروع. أحسنتم. نعم. أستاذ عماد، ما هو وجه الشبه بين القضية الحسينية والعقيدة العسكرية الموجودة لدى محور المقاومة في فلسطين؟ شكرا جزيلا أستاذ محمد، تحية لك الجناب الدكتور الجديد الترحابي. يعني أنا أعتقد أنه ملحمة الطائف بما تحمله من معاني عظيمة، ونحن نعيش أيامها في هذه الأيام، علينا أن لا نعيش هذه الأيام وهي عبارة أن نستذكرها عن قصص تاريخية تمر مرور الكرام. علينا أن نستلهم من هذه المعركة ومن تفاصيل هذا الصراع. نعم. أستاذ محمد، أنا أعتقد أنه كل المعارك المصيرية على مر التاريخ لم تكن الكفة متعادلة بين المتحاربين، لم تكن الكفة متعادلة بين داود عندما قاتل جالوت، ولم تكن الكفة متعادلة عندما كان عدد أصحاب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يعني 313 قياسا بكفار قريش. ومعركة الطائف أيضا لم تكن الكفة متعادلة، 70 الذين واجهوا 70,000، وأمثلة عديدة ربما إذا أردنا أن نخوض بها تأخذنا إلى تفاصيل كثيرة، وحتى من ناحية العدة والعدد. عندما كانت الاحتلال البريطاني يحتل العراق لم تكن الكفة متعادلة من ناحية العدد، ممكن كل الشعب العراقي أو مغلب الشعب العراقي خرج في هذه الثورة، لكنه العدة لم تكن متكافئة. قاتل أجدادنا في ثورة 20 هذا الاحتلال البريطاني بآلاته البدائية وبأسلحته البدائية، وفي حينها كانت بريطانيا هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس بما تحمله من عدة عسكرية. إذن علينا أن نستلهم أن الأخوة في غزة وفي عموم فلسطين مهما كانت عدتهم قليلة وعددهم قليل، لكن النصر حليفهم، لأن كل هذه الأمثلة التاريخية تجعلنا على يقين تام أن النصر الله سيكتبه مع المجاهدين ومع الذين يؤمنون بقضيتهم. من يريد أن ينصر الحسين وقضية الحسين عليه أن يكون له موقف في نصرة المظلوم. يعني ما رأيك بالمواقف أو مواقف البلدان الإسلامية ونحن نمر ب أيام محرم الحرام والقضية الحسينية؟ يعني إذا أردنا أن نتكلم عن نصرة القضية الفلسطينية علينا لا نغفل أن الإمام الخميني قدس الله سره الشريف ورضي الله عنه أنه أول من بادر وجعل آخر
جمعة من شهر رمضان هو ليوم القدس ونصرة للقضية الفلسطينية منذ ذاك التاريخ. إذا تطرقنا إلى التاريخ الحديث ومواقف هذه الدول نجد أن هناك دول هرولت إلى التطبيع، وهناك دول طبعت، وهناك دول تحاول أن تطبع، لكن هناك دول وشعوب تأبى أن يكون موقفها إلا موقف الرافضين لهذا التطبيع ورافضين لهذا الاحتلال. ربما الشعب العراقي كان من أول المبادرين بهذه القضية، وشهدنا الموقف الشعبي وحتى الموقف الحكومي، والموقف الشعبي والموقف الحكومي في العراق لم يأتي إلا ترجمة لموقف المرجعية المباركة التي قالت كلمتها الواضحة أنه الحل هو بتحرير الأراضي الفلسطينية وطرد العدو الصهيوني من هذه الأراضي. إذن القضايا واضحة والخنادق معروفة والجبهات واضحة، هناك من يقف مع الحسين وهناك من يقف مع أعداء الحسين في هذه الخنادق. ربما تتغير الأسماء، تتغير الحكومات، تتغير أسماء الدول، لكن المواقف هي واحدة والحق واضح، ويعرف الحق بالرجال. وما من الممكن اليوم هذه المواقف وهذه الدماء التي بذلت من أجل تحرير فلسطين وتحرير الأقصى أن تذهب سدى ويبقى هذا الكيان هو متربع على هذا. بالعكس، بداية زوال الكيان واضحة للعيان، وهو إلى زوال إن شاء الله. دكتور محمد، ما هي الجهات والجبهات التي أثبتت فعلا أنها داعمة للقضية الفلسطينية وللإسلام والمسلمين بشكل؟ من المؤكد أستاذ بأن محور المقاومة بأكمله اليوم يقف أمام يعني جبهة من المجرمين وجبهة من المتمردين على الإرادة الدولية وإرادة المجتمع الدولي. تعلمون اليوم الكيان المؤقت الغاصب حتى في موضوعة القرارات الأممية التي تم اتخاذها بالإجماع داخل الأروقة الدولية، اليوم الكيان المؤقت تمرد على الإرادة الدولية من خلال عدم خضوعه وعدم قبوله لهذه القرارات الأممية التي أقرت بضرورة إقامة دولة فلسطينية، ضرورة يعني كف الانتهاكات للشعب الفلسطيني خصوصا فيما يتعلق عن الواقع الإنساني وواقع المرأة والطفل، فضلا عن مشروعية حتى حق المقاومة. اليوم بصراحة يعني نحتاج إلى إعادة توضيح المفاهيم لمجتمعاتنا المختلفة. اليوم عندما يراد من قوى الاستكبار العالمي من خلال أدواتهم وحربهم الناعمة التي يريدون منها بث أفكارهم وبث سمومهم إلى مجتمعاتنا، اليوم يجب على مجتمعنا كذلك أن يتسلح بأفكار ومفاهيم حقيقية. اليوم عندما نأتي لنفسر ما هي مشروعية المقاومة بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية، عندما نأتي لنحلل هذا الموضوع نأتي لنرى أن المقاومة هي عندما نفسر أدواتها هي تكتسب الحصانة الدولية وتكتسب المشروعية الدولية انطلاقا من مبدأ حق تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة والشرائع والسنن الدولية. اليوم مقاومتنا هي مقاومة حقة تتبنى مشروع الدفاع عن الأوطان وعن الأعراض وعن النساء وعن الأطفال، فضلا عن المجتمع بأكمله. المجتمع ليس يختص بمكون واحد ولا بطائفة واحدة ولا بانتماء واحد ولا بتوجه واحد. اليوم تعددية هذه المكونات هي التي ما يخشاها العدو. وحدة هذه المكونات وانسجامها تحت خيمة المقاومة وتحت سقف المقاومة وتمظهرهم بمظهر عقائدي عسكري فكري واحد، هذا ما يخشاها العدو بصراحة. ولذلك يعني عندما نتمعن نرى أنه بعض الأصوات هنالك يراد منها عزل المقاومة الفلسطينية عن القواعد الشعبية والجذور الشعبية، بغية تحييد مشروع المقاومة عن الفلسطينيين والقواعد الشعبية. ولذلك عندما يراد تفكيك المقاومة عن قواعدها الشعبية بالنتيجة فقدان لشرعية المقاومة. ولكن اليوم المعول على إرادة الأحرار، إرادة الشعوب الحرة، علما بأن هذه الشعوب هي ترى وتبصر بأن لا خلاصة إلا من خلال المقاومين. جيد، أنا أريد أسألكم ضيفي الكريمين عن ثمار ونتائج طوفان الأقصى منذ انطلاقه حتى اللحظة.
يجيب الأستاذ أبو سجادة أولا. يعني شكرا دكتور. يعني حقيقة الثمار السياسية والعسكرية وحتى المجتمعية ربما لم يخطر على بال أحد بأن هناك دول اصطفت مع الكيان الصهيوني، أنا أتكلم دول أوروبية يعني، ستخرج بها مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. إذا تكلمنا على القضية العسكرية فهذه الضربات وهذه المقاومة أثبتت فشل هذه الكذبة الكبرى التي كانت تسوقها إسرائيل ويسوقها الدول الاستكبار، القبة الحديدية والخط الإلكتروني وغيرها والاستخبارات التي لا يخفى عنها شيء، كل هذه أصبحت أكاذيب أمام ضربات المقاومة. المقاومة التي كانت تقاوم وتدافع عن أراضيها بالحجارة تحولت هذه الحجارة إلى صواريخ باليستية تدك معاقل الكيان الصهيوني بالتوقيت وبالمكان الذي تريده ويريده أبناء المقاومة. أنا دعني أعود إلى قضية مهمة تطرقت إليها ببداية البرنامج، أنه ربط هذه القضية بالقضية الحسينية. نعم. قول يعني كان للإمام الخميني عندما كانت بداية الثورة الإسلامية عام 79 يوصي الأخوان بالجمهورية الإسلامية، يقول عليكم بالمساجد فإنها متاريسكم لا تخلو متاريسكم. هذه المساجد التزام الناس بالمسجد وبتعاليم المسجد وغيرها من القضايا التي كان يثقف لها المسجد جعلت انتصار الثورة الإسلامية حتمي عام 79. الآن لو نشاهد الخريطة بالوضع الإقليمي والدولي، من الذي يقاتل الكيان الصهيوني؟ كل هذه الدول، كل هذه محور المقاومة هم أرباب المواكب. علينا أن نقول الآن، نكرر هذه المقولة، نقول لا تخلو مواكبكم، لا تخلو شعائركم من هذه، لأنه هذه الشعائر والالتزام بالخط الحسيني يعطينا دافع للمقاومة ودافع بالوقوف أمام هذا الظلم. كل هذه النتائج هي نتائج كبرى تحققت. أما على الصعيد علينا أن ننظر إلى الداخل الإسرائيلي لا ننظر إلى الداخل حتى الفلسطيني. حتى الوتر الذي عزف عليه البعض بأن الاختلاف المذهبي ما بين الفلسطينيين والعراقيين وغير هذا لم يكن له أي اعتبار ولم يكن له قيمة. نعم، ولم يكن له قيمة العراق وبقية الجانب أول المدافعين والمتصدين عن القضية. أحسنتم. يعني هذه القضية قضية بديهية، القضية ليست قضية هذا شيعي وهذا سني وهذا عراقي وهذه فلسطيني. بالنتيجة كل هذه الشعارات التي يتمجدقون بها، الشعارات الإنسانية وغيرها، الأولى أن تطبق الآن من قبلهم، ثم نحن دعنا نتخلى عن هذا كله ونقول الأخوة عرب. إذا أردنا أن يعني نكون بهذه الخانة عرب ومسلمين ودول جوار، كل هذا يجعلنا نقف مع هذه القضية، إضافة إلى مظلومية هذا الشعب الذي تعكس مظلومية ثورة عاشوراء. أحسنت. الكاتب والباحث في الشأن السياسي الأستاذ عماد المسافر، أشكرك جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ. رئيس مركز العصر للدراسات واستطلاع الرأي عام الدكتور محمد صحاب، شكرا جزيلا. تشرفنا بكم. إذن مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم. السوداني يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع مداخل بغداد وحسم جميع التعرضات. مجلس النواب يصوت على مشروع التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960. وزير الداخلية يعلن تعزيز خطة الزيارة الأربعينية برادارات متنقلة للحد من الحوادث. الأمن الوطني يلقي القبض على متهمين اثنين كانا يديران أكثر من 200 صفحة للابتزاز والتشهير في المثنى. العمل تطلق خدمة الضمان الصحي لأكثر من 386 ألفا من مستفيدي الحماية الاجتماعية. مشاهدينا، ختام حصاد الليلة، شكرا جزيلا ونلتقيكم غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
We'll be right back.